سواء عليهم هؤلاء السواء يا محمد إنذارك وعدم إنذارك، فلا تتعب نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ملوما في هذا، هو الذم لهؤلاء الذين أقفلوا قلوبهم ولم يسمعوا بكلام الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدم عليه وقد أنذر وبلغ الرسالة، وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعب نفسك كما قال تعالى في آية أخرى لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فهي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.